لا يمر يوم دون أن تبتدع فيه ميليشيا الحوثي ما هو أسوأ من أمسه. ميناء الحديدة الذي تتخذ منه ميليشيا الحوثي حائط مبكى على معاناة اليمنيين وقميصا للإنسانية في وجه السلام، هو نفسه الميناء الذي تطرد سفن الإغاثة الغذائية الدولية من مرساه، وطردت الميليشيا السفينة غلوريسي التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعلى متنها 12500 طن من القمح بعد ساعات من رسوها على ميناء الحديدة. مصادر مطلعة قالت إن سماسرة الميناء الحوثيين وضعوا موظفي النقل التابعين للغذاء العالمي بين خياري إفراغ شحنات القمح في مخازن تابعة للميليشيا خارج الميناء، وليس كما جرت العادة في صوامع البحر الأحمر ما لم فلتغادر السفينة للميناء فورا. ويمثل حرمان الميليشيا السكان بمناطق سيطرتها من قمح المساعدات في وقت دخول اليمن فعليا أتون المجاعة الكاسحة جريمة عقاب جماعي بقصد الإبادة الشاملة، بالإضافة إلى كونه جريمة اقتطاع ميناء وطني عام والتصرف به كممتلك عائلي خاص. وتعج مخازن الميناء والسوق السوداء الحوثية بملايين الأطنان من شحنات المشتقات النفطية التي سمحت الحكومة بإدخالها عبر الميناء بكميات مضاعفة للثلاثة الأشهر الأخيرة، وكانت الحكومة سمحت بدخول شحنات الوقود تقديرا منها للمعاناة الإنسانية التي يتكبدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثي، رغم إصرار الميليشيا على رفض توريد عوائد الميناء إلى حساب رواتب موظفي الدولة. حرمت الميليشيا الإرهابية ملايين الجوع من القمح المجاني والموظفين من الراتب المستحق، ونهبت إيرادات الرواتب السابقة من فرع البنك المركزي بالحديدة، كما احتكرت تجارة واستيراد الوقود والاتجار به في أسواقها السوداء للشق على اليمنيين في معيشتهم، ثم تتباكى على الأزمة الإنسانية التي صنعتها بأيديها تماما كما يذرف التمساح دموعه بعد كل فريسة دسمة.